انتقادات لاذعة لجوتشي الشركة الإيطالية المتخصصة بالبضائع الفخمة الألبسة الحقائب الجلدية وساعات اليد بسبب كنزة. من منكم سيدفع 890 دولارا ليشتري هذه الكنزة الصوفية السوداء ذات الياقة العالية ولها فتحة للتنفس عند الفم تحيط بها ما يشبه بالشفاء الحمراء الغليظة؟ الانتقادات لم تكن بسبب سعر الكنزة الباهظ الثمن، فمعروف عن بضائع جوتشي أنها غالية. البعض رأى في هذا التصميم تجليا للممارسات التي تعطي صورة كاريكاتيرية عن الأفارقة السود والمعروفة ببلاك فيس أو الوجه الأسود. عادل الهذلول يقول: هل جوتشي تجهل البلاك فيس ولم تتوقع ردود فعل غاضبة؟ طبعا لا. شخصيا صرت أميل لعدم حسن الظن بإعلانات الاشتهار هذه، وأتمنى لو تم كشف قوائمها المالية الأخيرة سنلاحظ هبوطا في ربحيتها الشركات اضطرها لعلاجه بطريقة الدعاية السلبية. ويقول جلاب، يقول: مدري حسيته عادي، بس مهما كان ما رح تفهم الشعور إذا ما كنت تنتمي للعرق نفسه، ويمكن تكون عنصرية وعوايدهم عادي. أما بالنسبة لهادوغان تقول: هذا مرعب جدا، لا تكفي الاعتذارات، شكرا للتذكير. فيوميا يتم تذكير الأمريكيين السود أن العنصرية ما زالت قائمة. لكن ما هي قصة البلاك فيس التي أثارت الانتقادات للسترة أو للكنزة بالأحرى؟ السبب تاريخي ويتعلق بالصورة النمطية العنصرية الساخرة من الأفارقة في الولايات المتحدة. فقبل 200 عام تقريبا انتشرت برامج وعروض كوميدية ترفيهية عرفت باسم مينسترلسي في أمريكا، وكان الممثلون البيض يدهنون وجوههم باللون الأسود ليظهروا كالأفارقة العبيد. معظم تلك العروض كانت تظهر الأفارقة على أنهم مهملون، كسالى، جبناء، ملعون بالجنس. اعتبرت هذه دعاية عنصرية مهينة لذوي البشرة السمراء. ومنذ ذلك الحين انتشر مصطلح الوجه الأسود أو البلاك فيس، وأصبح يدل على ذلك النوع من العروض. هذا الشخص اسمه توماس رايس، يعتبر أول ممثل لهذه الشخصية بوجه أسود عام 1830، حيث مكنه إتقان لهجة الأمريكيين الأفارقة وحفظ أغانيهم ورقصاتهم من تقديم عروض كوميدية ساخرة في جميع أنحاء أمريكا. أيضا هذه الصورة لبعض هذه العروض، وترونهم جميعهم من داهني وجوههم باللون الأسود. إذا أردنا الاقتراب بالصورة أكثر، ترون هذه الوجوه الملونة بالأسود، هذه شفاه بما أنها بالأبيض والأسود لكنها هي حمراء كما في الكنزة. بعد الضجة والانتقادات سحبت شركة جوتشي السترة من الأسواق وقالت: تعتذر جوتشي عن الأذى الناجم عن سترة بلاكلافا، هي هيك تسميها. نستطيع التأكيد على أن المنتج تم سحبه على الفور من كل متاجرنا وموقعنا الإلكتروني. نعتبر التنوع قيمة رئيسية من قيمنا ويجب دعمها واحترامها في كل قرار نتخذه. نحن ملتزمون بزيادة التنوع في شركتنا وتحويل هذه الحادثة إلى فرصة لتعلم الطاقم أو تعلم طاقم جوتشي والآخرين. جوتشي ليست الوحيدة التي أثارت الجدل بسبب الوجه الأسود. في ديسمبر كانون الأول الماضي سحبت شركة برادا أيضا المشهورة علاقات مفاتيح، ميدالية مفاتيح على شكل قرد أسود بشفاه حمراء أيضا. هذا كل شيء لدينا في تريندينج لهذا اليوم. بالنسبة